جمع غفير من الصحفيين والإعلاميين عبر منصة زوم. صحيح. العديد من النقاشات، العديد من الأمور التي حدثت وجرى تداولها خلال هذا الاجتماع. دعونا نتعرف أكثر على الجهة المنظمة لهذا الاجتماع، ونتوصل إلى حيثيات بدء هذا الاجتماع، النقاشات التي حدثت، ومن ثم ما هي التوصيات، دعونا نقول. صح التعبير. معنا على صوتا وصورة الأستاذة إيناس النجار، مديرة الاتصال باللجنة السورية التركية المشتركة. تحياتي لك أستاذة إيناس. أهلا وسهلا، تحياتي لك وجميع المستمعين. الله يعطيك العافية ويبارك فيك يا رب. أستاذة إيناس، يعني كلجنة السورية التركية المشتركة التي قامت بالتمهيد إلى هكذا لقاء، دعينا ابتداء نسأل هذا السؤال، ما هو السياق الذي يأتي به هذا اللقاء مع مسؤولين من دائرة الهجرة والصحفيين والإعلاميين؟ أولا، كان اللقاء بهدف الاندماج بين المجتمع السوري والتركي ووضع خطوط أوضح وعريضة أكثر لهذا الهدف، وثانيا لهدف توعية إعلامية. عندما يخصص فقط للصحفيين، أكيد يكون له غاية تجمع بين الإعلام والاندماج مع بعض. فكان للجنة كان في لها دور أول التفكير ببدء الاجتماع، وهو إرسال قائمة ب 450 صحفي بأسمائهم، لأنه هنا كانوا بدهم يعملوا اجتماع فقط للوسائل الإعلامية السورية اللي هي عددها تقريبا 40 وسيلة. ولكن اللجنة عرضت فكرة أنه ليش ما يكون في بأسماء الصحفيين أنفسهم، لأنه عدد الصحفيين ما شاء الله بتركيا تقريبا 500 صحفي موجود. فنحن حصلنا نرسل قائمة طلبت تم قبول هذا الشيء. ومبارح ذكر الأستاذ أيدن مدير الاتصال والاندماج أنه نحن كنا مفكرين بالأول يكون بس للوسائل الإعلامية، ولكن وجدنا أنه يكون الصحفيين بأنفسهم موجودين بيساهموا بطريقتين. أول شيء بطريقة نقل الخبر والمشاركة الإعلامية للأخبار، وأيضا بمشاركة نقل أخبار وفعاليات الاندماج، لأنه كل صحفي أقل شيء عنده متابعين، أقل شيء 300 متابع. نعم، فيسبوك وعلى كل الوسائل التواصل الإعلامي. فهذا الشيء بيحقق اندماج أكثر. كان اللجنة لها دور بإرسال القوائم، بالتنسيق مع الصحفيين، أيضا بإرسال مقترحات. يعني هنا بالقبل كانوا بدهم فقط يكون المؤتمر يحكوا فيه عن الأهداف والمشاريع السابقة اللي قاموا فيها دائرة الاندماج، ولكن تم تعزيز إنه لا، في صحفيين لازم يشاركوا، لازم نتطرق للمشاكل اللي عم يعيشوا فيها. الصحفي صوت الشارع، فلما هو بيجي محمل برسائل من الشارع، هو من الواجب عليه إنه ينقلها. هذا الشيء اللي كمان نحن عم نقدر إنه نستوعبه باللجنة عن طريق مكتب الاتصال باللجنة. عم نحمل الرسائل اللي عم توصلنا من الشارع ونبعثها ل الإدارة الهجرة مباشرة، عم المعلومات والأخبار يلي عم تكون أحياناً خاطئة، أحياناً عم تكون أخبار وشائعات كاذبة، عم نقوم بتوضيح الأخبار اللي عم تصلنا. هذا كله عن طريق مكتب الاتصال. نعم، أستاذ إيناس. ببعض الأحيان وببعض الأحيان بمكتب الهجرة العامة، لأنه بيكون في أخبار ما لسه ناشرينها، أو توضيح القرار. هل لما تتذكر الإقامة الإنسانية؟ نعم. هل الإقامة الإنسانية مين بحق له إنه ياخذ الإقامة الإنسانية؟ فنحن وضحنا الطريقة. جميل. طيب أستاذ إيناس، بعد عفوا بس للمقاطعة، صراحة نحن حابين تحطينا بصورة وضع الاجتماع بشكل عام. يعني كتار من الناس هلأ متحمسين ليعرفوا شو صار بالاجتماع أصلا، مين اللي حكى بالاجتماع، شو هي أبرز النقاط اللي تم النقاش حولها وتم تسليط الضوء عليها، إذا فينا نحكي. لو تحطينا بصورة الوضع كونك، متى بدايته، نهايته كيف كانت، نخبر أكثر عنه. تمام. هلأ هو الاجتماع كان مفروض أنه يكون في مستشار الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، ولكن اعتذرت بسبب وضعها الصحي. نعم. وأيضا كان في رئيس المدير العام للهجرة السيد سواش عملو، وكان في الأشخاص المسؤولين بملف الهجرة سواء
القانون سواء بالحماية الدولية، جميل، سواء بمدير الاقتصاد، سواء بمدير الاندماج. هم من الأشخاص اللي هم مستلمين صراحة كل دائرة الهجرة، وأيضا تم دعوة مدير نائب رئيس بيت الإعلامية العرب، وطبعا تم دعوتي من اللجنة السورية المشتركة ليكون شيء ناجح أكثر، وأيضا في له فعال أثر وفعالية أكبر. كمان نسيت أذكر مسؤول الخط الساخن في إدارة الهجرة، ما بعرف إذا المعلومة متواجدة عن الجميع، هن حصلوا على جائزة الخط الساخن. نعم. أكبر قدر يتجاوبوا على أكبر قدر من الإصابات اللي عم تجيهم، وأيضا عم يكون في لهم دور كتير فعال لحل بعض المشاكل والاستفسارات. فكان في جائزة تقديم فترة. نعم. كمان تم دعوته للمؤتمر، ويعني المؤتمر بيحكي عن بقسمين، أول شيء بيحكوا عن الإنجازات اللي هن عم يقوموا فيها، وبياخذوا الأفكار إنه كيف هن ممكن يطوروا عملهم أكثر. جميل. فهم الحقيقة بيكون دورنا كيف لازم يكون في اندماج فعال أكثر بين المجتمعين السوري والتركي. تم إرسال القوائم، عفوا، المقترحات والأسئلة إلى الصحفيين. أستاذة إيناس، يعني هنا أريد بالفعل أن أسأل سؤال بعد إذن حضرتك، أنه صار في مداخلات من العديد من الإعلاميين والعديد من الصحفيين، وتم طرح العديد من الطلبات، هل تم بالأخير تجميع هذه الطلبات مثلا، أو من خلال الطلبات التي ذكرت هل يمكن حصرها ولمعرفة ما هي الطلبات بالضبط التي تم طلبها من المسؤولين؟ كل المداخلات اللي صارت، كمان عندنا باللجنة في غرفة للصحفيين، قبل ما نروح على الاجتماع اجتمعنا مع الصحفيين في مجموعة تم تشكيلها من قبل الصحفيين، وطرحوا كل المقترحات وكل المشاكل اللي هن عم يسمعوها، بالإضافة للمقترحات اللي نحن عندنا، وتم تسليمها باليد لدائرة الهجرة. وكل الأشياء، كل المداخلات اللي صارت من قبل الأشخاص اللي غير المجموعة اللجنة المشتركة، يعني العراقيين والمصريين، وأيضا اليمنيين، تم ترجمة كل المداخلات بالحديث العربي. ما تم الإجابة بشكل مباشر، تم الإجابة بشكل مباشر على أسئلة معروفة إنه تم طرحها، مثل مثلا الجنسية للصحفيين، فصارت الردود إنه دائرة الهجرة هي ما لا دائرة النفوذ. بعض الأسئلة اللي تم طرحها بالتركي تم الإجابة عليها، ولكن الأسئلة اللي كان بدها ترجمة فهي كلها تقدمنا تقرير كامل، وكل المداخلات اللي من طرف اللجنة صارت كلها تم تسليمها من الأمس، وحيكون في أجوبة عليها. وأيضا المقترحات كانت مهمة جدا، قدمنا مقترحات عديدة للاندماج، مثلا يكون في فعاليات بين المجتمع السوري والمجتمع التركي، فعاليات اقتصادية، ثقافية، إعلامية، يكون في جمع بين المجتمعين، إظهار فعالية المجتمع السوري بتركيا، أيضا يكون في ظهور إعلامي، تصحيح ظهور إعلامي للمتكلمين باللغة التركية على القنوات والتلفزيون التركي، أيضا تصحيح الأخبار المعلومات الخاطئة عن الشعب التركي. جميل. أنه السوري يأخذ معاش ويأخذ ألزامة بسهولة، هي المعلومات اللي هي عم تعيق من التأقلم والاستقرار والانسجام بين المجتمعين، وأيضا موضوع الأوراق الرسمية اللي هي بالفعل تواجه صعوبة كتير كبيرة من الاستقرار بعد موضوع اللغة، يعني اللغة صعبة، ولكن بالفعل. أنا أعطيني أوراق ثبوتية حتى أحسن أني أنسجم أكثر وأحس بأنه أنا مستقر بحالة استقرار. طيب أستاذة إيناس، وصراحة في الكثير من الوعود مثل ما ذكرتي حضرتك، والأفكار إذا فينا نحكي، أو المقترحات أو المطالب اللي تم عرضها داخل الاجتماع، هل هناك حسب رؤيتك أو حسب اطلاعك ممكن يكون خطة زمنية للنظر في هذه المطالب، وبالتالي وضعها على أرض الواقع وتحقيقها والبدء بتنفيذها؟ أنا على يقين أنه من قبل الاجتماع الخطط والمقترحات اللي عم نبعثها كلياتها عم تأخذ بعين الاعتبار. جميل. ولكن وجود صعوبات تعيق الحركة مثل وباء كورونا عم تعيق
كثير من التنفيذ. هذا المؤتمر كان مخطط له من قبل كورونا أنه يكون مؤتمر فيزيائي، ولكن حاجز كورونا هي اللي اضطرت أنه يكون هذا المؤتمر إلكتروني افتراضي. والحقيقة يعني كان نجاح المؤتمر واضح، يعني المؤتمر بدأ ب 300 شخص، انتهى المؤتمر ب 235 يعني مشارك. فهذا رقم كبير جدا وجميل جدا، وبيعطيك انه في نجاح، وهم لمسوا هذا الشيء، يعني لمسوا فعالية انك انت تدعو كل شخص، كل صحفي مسؤول بعينه. فاكيد كل شيء تم ذكره حيؤخذ بعين الاعتبار، ولكن الوقت يعني نحتاج وقت لتطبيق القرارات، تطبيق المقترحات اللي اجت. اكيد في فعاليات كثير مجدوله وحيتم مناقشتها، ولكن يعني وباء كورونا هو عم يكون كثير شغله معيقه. لا تنسي السلاله الجديده، لا تنسي انه حيتم مقترحات انه لا يمكن يرجع يرد الحظر لانه العدد طلع كثير، صار في زياده بعدد الاصابات. فهذا كلياته لازم انه يؤخذ بعين الاعتبار. نتمنى انه نساعد بحل المشاكل اللي هلا مستعصيه عم نواجهها، مثل الاقامات السياحيه المرفوضه، مثل الموعد، وعم نشتغل شوي شوي. وانا متاكده انه هن كمان يعني حابين يوصلوا لحاله افضل واستقرار اكثر وعدم مشاكل اكثر، ولكن يلزمون كثير من المقترحات. كثير من التعاون وقت يعطوا قوانين انه نحن نساعد بتطبيقها. نعم. استاذ ايناس، لفت انتباهنا بالامس مسؤول التواصل في مديرية الهجرة، قال من الإجحاف أن نطلب أو أن نطالب الضيوف فقط بالانسجام، إذ على المجتمع المضيف أن يفهم خصوصيتهم أيضا. يعني هذه أول مرة نبدأ الحديث بأنه طبعا دائما يتوجه اللوم، يعني نوع من أنواع اللوم من صح التعبير، إلى الجاليات وتحديدا السورية، بأنه اندماج مطلوب. صحيح. لابد من التفاعل أكثر، لابد لابد لابد. يعني أول مرة هكذا بشكل علني، ربما على اجتماع مع صحفيين وإعلاميين، يذكر بأنه أيضا على المجتمع المضيف أن يفهم خصوصيتهم، خصوصيات اللاجئين، طباعهم. ما كيف تقرأين هذا مثل هكذا تصريح؟ والله أنا هذا الشيء بدي أتشكر فيه كل المنظمات، المجتمع المدني، الصحفيين، كل الاجتماعات اللي بتصير. أنا على يقين تام مو بس اللجنة هي اللي عم تعطي مقترحات، هذا مو بسبب أنه نحن مثلا أرسلنا تقارير أنه نحن للاندماج لازم يكون في تجاوب من الطرفين، الاندماج المرفوض من طرف واحد. نعم. صح، واجب السوريين يتعلموا تركي كونه هن اللي قاعدين، أكيد الأسباب ما رح يتعلموا لغة العربي، مع أنه كثير هن عم يسعوا لتعلمها، هذا الشيء اللي بنشوفه. ولكن يعني التركيز على هي النقطة بالذات من جميع المنظمات في المجتمع المدني، إن الاندماج ما بيكون من طرف واحد، الاندماج كثير بيكون من طرفين. لما أنا بكون مثلا بمؤتمر وبنذكر فيه إنه ما بيش يعني عادة السوري إنه هو يسهر بالليل، الأغاني السورية أو الأغاني العربية بشكل عام، الجو، طبيعة الجو، طبيعة الحرارة اللي بتكون بالليل معتدلة والحرارة العالية بالنهار، بتورجيك كيف كل الأغاني بتقول إنه ثلاثة تغزل بالليل ويا ليل طول شوية، وكل هذا الحكي يعني بيورجيهم إنه بالفعل في طبيعة. صعب إنه مجرد ما هو كان ضيف أو كان لاجئ أو كان تحت حماية مؤقتة بغض النظر عن التسليم، إنه هو فورا بده يتعود يصير ينام بالليل، يتعود عادات اللي هن بدهم إياها. نحن بنحترم أكيد عاداتهم، لازم نلتزم بالقوانين الموجودة أكيد هذا الشيء، ولكن ضرورة الاندماج بين الطرفين، إظهار القصص الناجحة والأهمية الاقتصادية والثقافية والتاريخية اللي عم يعملها المجتمع السوري، لكن أستاذة إيناس كثير ضروري وكثير مساعد. أستاذة إيناس، يعني هل يعني مثل هكذا التصريح قد يؤدي إلى أن يحدث لدينا مثلاً اجتماع مع صحفيين وإعلاميين أتراك بالشكل المقابل والموازي، ربما هكذا يتخيل الشخص، لشرح طبيعة وخصائص الجاليات العربية، وأيضا لردم أهوة الاندماج ربما الغير حاصلة كما ينبغي ما بين الجاليات وما بين المجتمع التركي؟ ما هكذا التصريحات، هل ممكن أن تؤدي إلى هذا الأمر؟
عفوا عذرا انا قطعتك. لا 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 تفضلي، وضح السؤال استاذ. هو هذا الشيء، هو هذا الشيء اللي نحن عم نسعى له، انه يكون في فعاليات تجمع بين، مو بس انه نجمع بين شباب سوريين وشباب اتراك وناخذهم رحله. يعني هي مواضيع الاندماج عم تفهم بهي الطريقه، وبهي الطريقه عم تطبق سواء من اداره الهجره او من جمعيات عاديه عم تكون. اداره الهجره عم تحاول تعمل كورسات للاندماج، كورسات للتوعيه. نعم صحيح. وايضا هي الفعاليات. جميل جدا، جميل جدا. عم لا سامعينك استاذه ايناس. تمام. ولكن نحن عم نحاول انه نقول انه لا، نحن بحاجه انه ننتقل لمرحله ثانيه، لمرحله اعمق يكون فيها ظهور اعلامي للاعلاميين المتكلمين باللغه التركيه على التلفزيون التركي، يعطي صوره واضحه اكثر، توضيح صورة المجتمع السوري، توضيح فكرة إنه شو سبب مجيئنا، شو سبب، كيف تاريخنا كان متصل مع بعض، كيف عاداتنا وتقاليدنا كثير متقاربة مع بعض. هذا الانسجام بيعطي انسجام أكثر وتأقلم أكثر بيننا. إدارة الهجرة أصدرت للأطفال لعبة صغيرة اسمها مويو، هي عكس كلمة أويوم، عاكسينها وكاتبينها إنه هي مويو بتطلع، إجت على اسطنبول، هي لاجئة بيعرفوها على اسطنبول، بيوزعوا الكتب والدفاتر على الأطفال إنه إجت لهون تركيا هيك، هي اسم العنب هيك، مويو عملت هيك، فكرة حلوة. فهي كانت مشان الأطفال. طلبوا مبارح إنه نحن نساهم بنشر، وحتى هذا الشيء كانوا طالبينه من قبل، ما بعرف إذا حضرتك تتذكر، إنه نحن نساهم بنشر هذا الحساب على تويتر. فنحن أرسلنا لهم إنه الصحفي السوري بيستعمل الفيسبوك أكثر، والمجتمع السوري بشكل عام بيستعمل الفيسبوك أكثر من تويتر. صحيح. فهن فتحوا له صفحة على الفيسبوك. كمان رجعت طلبنا منهم إنه يكون باللغة العربية حتى يستطيع الأم والأب بتقول إنه هي مويو وهي كذا، إنه تقنع تقريب أكثر للواقع بهي اللعبة. نعم. أيوة تكون قريبة أكثر. نعم. للمجتمع. هلا عم يفكروا بفكرة إنه هي تكون أفلام كرتون. أفلام كرتون تنعرض على اليوتيوب. جميل. فنحن أعطيناهم فكرة إنه إذا بتكون أفلام كرتون تكون على قناة يشاهدها الطفل التركي والطفل السوري مع بعض، حتى يكون بالفعل ما يخجل الطفل السوري يقول إنه لا، أنا إذا بحملها قدام الأتراك حيقولوا علي إنه هي لأني أنا مثلا فقير أو أنا لاجئ. صحيح. أو أنا كذا. صحيح. فهذا الشيء بيعزز أكثر من الاندماج بين الأطفال أنفسهم. فما بالك إذا حكينا على مشاريع أكثر، لو الوقت عندكم بيتسع ممكن إنه أعرض شيء أكثر، ولكن أنا بعرف ضيق الوقت عندكم. نعم. طيب أستاذة إيناس، صراحة نحن حابين كمان نكسب من حضرتك وقت أكثر بما يتعلق بالأفلام اللي انعرضت. سمعنا أنه في أفلام وثائقية، لو باختصار، أو أفلام قصيرة إذا فينا نحكي، تم عرضها داخل الاجتماع. شو طبيعة هي الأفلام اللي عم تكون؟ هل هي مثل اللي كنت عم تحكي عليها من شوي، هي أنه تغيير النظرة الموجودة عن الجاليات أو حتى عن الوجود السوري في تركيا؟ صحيح. وهي كمان لعشر سنوات، يعني إدارة الهجرة تشكلت من 2013، ففينا نقول إنه هي سبع سنوات للشيء اللي قدموه، وسبب تشكيل إدارة الهجرة، وسبب التعاون، وخلينا نقول الشغلات اللي هن عم يقدموها كانت عرض مختصر عن الخدمات اللي هن قدموها. جميل. وايضا اظهار الصوره الحقيقيه شو سبب خروج هؤلاء اللاجئين. أستاذة إيناس نجار، مديرة الاتصال باللجنة السورية التركية المشتركة، أشكرك شكرا جزيلا على هذا الإيضاح والتفصيل الرائع. جزيل الشكر والتقدير والتوفيق لجهودكم القادمة بعون الله سبحانه وتعالى. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا لكم، وشكرا لكم، شكرا لمستمعيكم. حياكم الله. شكرا كثير لك. الله يعطيك العافية ويبارك فيك يا رب. إذا أعزائي المتابعين والمتابعات،